بسبب يعني بداية منتخب الأولمبي أمام جمهورية الدومينيكان والتعادل السلبي قلقك ولا خليك تفكر أنك كان عندك توقع أن المستوى هيبقى أفضل، وإحنا كل بدايتنا لما بتكون مش أحسن حاجة بعد كده الأداء بيتحسن بشكل كبير؟ لا الحقيقة يا أميرة ما قلقنيش خالص. ليه؟ لأن احنا كنا منظمين في الملعب، ففي بوادر تنظيم جيد أو بوادر خطة موجودة في الملعب تقدري إن أنت تبني عليها والأداء يكون تصاعدي، وده اللي حصل أمام أوزبكستان وأمام المنتخب الأسباني. يمكن أمام منتخب أوزبكستان احنا قدرنا إن نكون أفضل على مستوى الهجوم، قدرنا نكون أكثر فعالية على المستوى الهجومي، وقدرنا إن احنا نحصد الثلاث نقاط مع أو أمام منتخب أسبانيا الأداء برضو كان تصاعدي. فالحقيقة في المباراة الأولى أمام الدومينيكان حظنا بس كان وحش، إن لسه في أول مباراة الضغط العصبي بيكون أكبر، اللعيبة بتكون متوترة شوية، لسه ما خدتش على الأجواء في أولمبياد باريس. لكن مع ضغط المباريات لما بيزيد أعتقد التركيز بيزيد جدا، وشفنا الأداء تصاعدي أمام أوزبكستان والمنتخب الإسباني. وجود زيزو والنني عامل فرق كبير جدا. يعني لو هكلمك على مستوى الأرقام يا أميرة، ويمكن معانا صورة للتمريرات المفتاحية اللي قدمها زيزو مع منتخب مصر الأولمبي، هتلاقيه هو اللي بيتصدر القائمة أكثر لاعبي منتخب مصر إرسالة للتمريرات المفتاحية أو صناعة الفرص المحققة. هتلاقي كمان في الكرات الطولية الناجحة هتلاقي محمد النني، فده على مستوى الأرقام بتتكلمي إن الثنائي مؤثر جدا على مستوى الأرقام. ويمكن زيزو هو اللي صنع هدف إبراهيم عادل الأول اللي احنا قدرنا من خلاله إن احنا نعود بقوة في المباراة، أو نسبة أو نفرض شخصيتنا في المباراة من خلال الهدف الأول. تكلمي على مستوى الروح، كلنا شفنا الفيديوهات امبارح بعد المباراة داخل غرفة الملابس ازاي زيزو بيتكلم ان احنا لسه ما عملناش حاجة، وفي أجيال كتير صعدت أو تخطت دور المجموعات منعا لحالة الفرحة المبالغ فيها اللي ممكن تورطنا أمام باراجواي. ففي تركيز إن الجيل ده في المنتخب الأولمبي يعمل حاجة. كمان النني ازاي بيحفز اللعيبة قبل الماتش وبيحفزهم ان هم يحققوا انتصار تاريخي، وده اللي حصل في النهايه. فالحقيقه وجود زيزو والنني دافع كبير جدا 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 لمنتخب مصر.